بعتكم دكتوره بنوش سفيان. خديجه انت موجوده؟ نعم استاذه موجوده. تفضلي. سأقوم بعرض ملخص عن مداخلتي وهي بالمشاركة مع زميلي بنوش سفيان والموسومة بعنوان إجراءات متابعة تأديبية والضمانات المقررة للطبيب في التشريع الجزائري. يعتبر موضوع المتابعة التأديبية على أساس مسؤولية طبية من أكثر الموضوعات تشعبا وإثارة للجدل منذ القدامة، فهي تتصل بأنبل وأشرف مهن ألا وهي من الطب. فمعنى المهنة الطبية أو العمل الطبي هو كل عمل يرد على جسم الإنسان أو نفسه من فحص أو تشخيص أو علاج دفاعي يقوم به الطبيب وفقا للقواعد والأصول العلمية المقررة والمتعارف عليها في علم الطب، وذلك بهدف تحقيق مصلحة اجتماعية بشرط توافر رضا من يجري عليه هذا العمل أو من يمثله، غير أن الطبيب أثناء تأديته لواجبه أو وظيفته قد يرتكب خطأ مهنيا وهو ما يسمى بالخطأ الطبي، والذي هو عدم القيام بالالتزامات الخاصة المفروضة على مهنة الطب على أحسن وجه، وبالتالي ينتج وينجم عن أخطاء العمل الطبي مسؤوليات، وهذه المسؤوليات تختلف وتشمل كل من المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية، وكذلك تشمل المسؤولية التأديبية والتي مفادها أن الطبيب يقوم بفعل يتمثل في خروجه عن مقتضيات واجبات وظيفته، وبالتالي وبعد إثبات المسؤولية التأديبية التي تقع على عاتق الطبيب المتهم وذلك بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، يتم بعدها المتابعة التأديبية للطبيب المتهم، وعليه ومن خلال ما سبق فإن الإشكالية التي يتمحور عليها موضوع مداخلتي تتمثل في ما هي إجراءات توقيع العقوبة التأديبية على الطبيب؟ وما هي مختلف الضمانات القانونية الممنوحة للطبيب؟ وللإجابة على الإشكالية المطروحة أعلاه قسمت موضوع مداخلتي إلى مبحثين أساسيين، حيث خصصت المبحث الأول لإجراءات توقيع العقوبة التأديبية على الطبيب، في حين خصصت المبحث الثاني للضمانات القانونية المقررة للطبيب في التشريع الجزائري. إجراءات توقيع العقوبة التأديبية على الطبيب، فيتعين لتوقيع العقوبة التأديبية على الطبيب اتباع مجموعة من الخطوات والتي هي عبارة عن إجراءات قانونية تنظم مرحلة ما بين ارتكاب الخطأ التأديبي إلى غاية صدور قرار تأديبي، فتبدأ المتابعة برفع الشكوى ضد الطبيب المتهم وإبلاغ المعني بالأمر وتخويله حق الدفاع عن نفسه ودراسة ملفه التأديبي إلى غاية صدور القرار التأديبي، ويهدف إجراء التأديب إلى ضمان احترام القانون وصيانته وحماية الحق العام وإصلاح موظف، والهدف من العقوبة التأديبية هو تحقيق الردع العام والردع الخاص بنسبة الموظف، ويخضع تحديد العقوبة المطبقة لدرجة الخطورة وكذلك للظروف المشددة المخففة أو المشددة التي ارتكبت فيها المخالفة. لمدى مسؤولية الطبيب المخالف العواقب والأضرار. سأنتقل مباشرة إلى الاقتراح إلى جملة من التوصيات وأجملها فيما يلي. على المجتمع الجزائري أن يتجه إلى تعديل المسائل التالية من حيث منح الهيئة الإدارية المتخصصة مجال لتسليط العقوبة في المقابل ضيق النقاط على السلطة التأديبية المخولة للمجالس الجهوية والمجلس الوطني لأخلاقيات الطب والتي منحها سلطة توقيع العقوبة والعقوبة الإنذار والتوبيخ فقط. نأمل كذلك من الجهات المختصة العمل على إصدار نشرات ودوريات على أساس علمي تشمل موضوعات طبية متخصصة لتحسين معلومات رجال القانون حول مهنة الطب وتطوره والمسؤولية الطبية وإجراءات المتابعة التأديبية للطبيب. كذلك نأمل من الجهات المختصة إلى إضافة مقياس قانوني يتعلق بمهنة الطب يدرسها الطلبة في كليات الحقوق. وشكرا للجميع. شكرا سيدة الرئيسة. شكرا خديجة على مداخلتك التي أطلت بها طبعا.